خليل وعدني عافاك ما تخليش علي. علاش؟ وكنت قلت انت انا حياتك، انا عمري ما تخلي عليك حياة، انا كان وعدك وادي. عندي جوج ولاد اخو سعيد، عندي جوج ولاد الله يخليهم ليها، وفهمتي وقابل عليهم اخو سعيد، وقالت لي هي قالت لي واش قابل لي على ولادي؟ قلت لهم ماشي مشكل، انا نسترك على لا ماشي مشكل. ما كنتيش كتقولي عليا، وانت اصلا ما كنتيش كتقولي عليا كاع. الله يمسخك وجهك سعاد. الو، السلام عليكم. طلع استاذ، شكون معايا؟ وافيت معايا طريق اخويا معك خالد من قناة استرغنا. شنو الاسم ديالو وفين ساكنة؟ سميت الحياة من ستار. اخر مرة تلاقيتي معاها؟ واه بركة هادي كل شي، شي 15 يوم هادي ما تلاقيت مع اخويا. 15 ودابا حاليا وناوي هاد الزواج ان شاء الله. ما بقاش كندوي معاها دابا. ناوي هاد الزواج ان شاء الله. وناوي الزواج، واصلا ما كاينش معاها من اخويا سعيد. مالك عاوتاني؟ شنو بقى شك فيها ولا؟ قالت لك عندي الاصدقاء، فهمتي؟ ايوا كتبقى سهرانه تاع فهمتي، كتبقى سهرانه تاع الوحده الجوج. وملي كنقول لها معاها كتقول لك مع الاصدقاء. ايوا خليها تسهر مع الاصدقاء، وحنا نشوفوها معاها من كتسهر. ايوا نشوفوا اليوم الاصدقاء. الله شوفوا الاصدقاء. تواصلتي معاها اليوم؟ لا ما داويش معاها، مارشي سيمانه اخو سعيد. يلاه انا قبل هذاك الشيء. يلاه عطينا الرقم ديالها. زيرو قيد زيد. يلا زيد. الو، السلام عليكم اختي حياة. الو، السلام عليكم اختي حياة، لاباس عليك؟ الوالدين، العائلة، كل شيء مزيان اختي حياة؟ الحمد لله. حياة 30 سنة من سطات، بحال ما قلت لك معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. شكرا لحفاوة الاستقبال اختي حياة. اختي حياة، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت يا حياة؟ مرحبا معنا في البرنامج ديالنا، ومعنا حاضر في البلاطو ديالنا حاليا شخص المفاجأة ديال هاد الليلة، هو اللي زودنا بالرقم ديالك وبكاع المعطيات اللي عليك باش نتصلوا بك ونفاجئك، او بغى يفاجئك بطريقته الخاصة على المباشرة اختي حياة. واجدة؟ هذا شكون توقعتي يكون؟ عبد الحق. الله يخليكم لبعضياتكم اختي حياة. واخا قبل ما ندوزو لك عبد الحق، شي كلمة في حقه اختي حياة. كتبغي حتى هو داكشي اللي قلنا. الله يخليكم بعضياتكم. شنو مواعدين بالزواج اختي حياة ان شاء الله؟ على حسب. الله يخليكم لبعضياتكم. اخر مره شفتي عبد الحق؟ ما كنتلاقاش معاه. كتلاقاش معاه في التليفون. واش ندوزو لك؟ تفضل السي عبد الحق، تفضل. قالوا حياتك كي دايره؟ بخير؟ لاباس الحمد لله. برافو عليك. علاش؟ ما كاينش معامل والله، ما كاين معامل والله. قلت لك شحال هادي؟ اش كنت انت نقول لك انا شحال هادي وقاعد عليا الحلو خالد؟ انا كنبغيك بزاف، وانت واحد ما كاين في حياتي وهادي. ايوا شتي دابا بنتي
انت بنتي الحقيقة كذاب ولا ما بنتيش؟ ها اسمح لي اسمح لي، بيني وبينك انت ربي اسمع نقول لك، ربي الحمد لله بينك على حقيقتك ولا لا؟ كتبغيه كتبغيه. دابا انت بيني وبينك تلاقيت معاك وهضرت معاك وقلت لك اه كاين وكاين وكنبغيك وداكشي، مشيتي بحال شنو قلتي لي؟ لا شنو قلتي لي؟ شنو قلتي؟ قلت لي اصدقاء، عندي اصدقاء. قلت لك عندي اصدقاء. اه اه وعلاش قلتي؟ وعلاش دابا قلتي عبد الحق؟ انا كنبغي عبد الحق. اه وعلاش كنتلاقى معاك؟ لا لا بلاتي يا بلاتي يا بلاتي يا بلاتي، خلينا ندوي معاك. علاش كنتلاقى معاك ملي كنتلاقى معاك وكتبكي عليا كتقول يا خالد وعدني عافاك ما تخليش عليا، علاش؟ وكنقول لك انت انا حياتك، انا عمري ما نتخلى عليك حياة، انا كنوعدك وادي يا دوي. كنت ناوي هذا الزواج يا خالد؟ اقسم بالله انت ناوي هذا الزواج، امانة اقسم بالله يا حا اخويا سميد، هاي غلطتني كاع خويا سعيد. ياسمين ودابا المشكلة خويا سعيد، وحق الرب العظيم وثيق ولا قالك ثيق، واصلا انت والله ما تجوج بيه شي واحد، انا عارف عارف، باقي تحكوا لي حق الرب، الرب العظيم خويا سعيد، وحور الطيرة بينك على حقيقتك والله. وساعد كنشكرك اخويا على البرنامج بزاف والله. مرحبا مرحبا. وحق الرب اخويا سعيد، واسمعني اخويا سعيد، اقسم بالله لما جوجتيني اخويا سعيد، اقسم بالله ما تفرق عليك، ما تفرق على البرنامج، حق الرب بزاف، وراك عزيز عليا بزاف مرحبا بك والله. مرحبا بك خالد. وخاصي خالد خالد شي كلمة للمرحومة خالد. واخويا سعيد شوف شوف، انا ما نقول حتى حاجه، من انا ما سبها الحمد لله ما والو، حنا علاش حنا ولاد الناس وفهمتي، والله يسهل عليها مالك عبد الحق، وانت انا ما تفليتش عليها فهمتي، انا ما تفليت عليها ما والو، كنت كنتلاقى معاها ومحترمها وهي راه عارفه راسها، وعمري ما تفليت عليها، وهي اللي كانت كتضحك عليا وحشومه عليا وما سمحت ليها والله. هادشي حياة. نقول لك بالصحة، وأصلا نتايا لأنه أنا اسمح لي بلاتي خويا، هو هدر بزاف وحتى أنا بغيت نهدر، لأنه متتبعين أنا كنعرف هاد البرامج بزاف، إنه دابا غادي يبقاو يقول لي بنت حرام وبروشة وكذا، أنا كنت بنت مع بنت الناس. أنا ما قلتلكش بروشة، شوف شوف سعيد خويا، أنا قلت لها شي بروشة. شوف شوف بس انا ما دويتش عليك انت، انا عارف المتابعين ديال البرنامج غيبقاو يقولوا حقك كذا كذا كذا، انا وانت اصلا عقل صغير، وانت اصلا عقل صغير وكنت قابل عليك بولادك. هذا دابا الا بانت المعنى لا فائده في التكرار، الا بانت المعنى لا فائده في التكرار، يعني قلتي كتبغيه سالت الهضره. كنت دائما صاحبي تماك بحال هكا، تعطيني شويه ديال الفرصه نهضر معاك، كنت دائما كنقطع عليك، علاش؟ على قول الهضره ديالتك بزاف في الهضره ديالي. علاش كتبغيني؟ علاش كتقول لي انا كنبغيك؟ علاش كتقول لي انا ولفت من غيرك ولفت هضرتك وهذه وهذه؟ علاش انت كتقول لي الهضره؟ علاش؟ داكشي طلع لك في الكر ديال راسي يا صاحبي، صافي يفهم واحد شويه المنطق ديال الانوثه يا صاحبي، تنياك داير بحال هكا، انت اصلا عندي واحد الكلمه اشتريت في الهضره ديالي. انت والله ما مربيه بالله، شتي يا والله ما مربيه، انت اصلا كنتي اسمعي دابا، انت ما تخرجي مني الهضره دابا، اسمعي اقسم بالرب العظيم، اقسم بالرب العظيم كنتي الناس راه اصلا ما تخرجي انا ما مربيهاش. دافع على حبك خالد، دافع على حبك. انا ما مربيهاش ما بغيتش نسب اخويا سعيد، ما بغيتش نجرحها والله، انا علاش ولد الناس ما بغيتش نسبها، ما بغيتش نقول لها شي كلام اللي فهمتي، حنا الحمد لله ولاد الناس وكنبغوا فهمتي، وكنت كنقول لها ودي ودي راه ما كاينش معامل، والله ما كاين معامل اخويا سعيد فهمتي، كاين اللي باغي يدوز الوقت ويتبعد بالله. فاش كنت كنهضر معاك انت ديما انت ديما كتحبسني في الهضره، ديما انت كتحبسني في الضرب، فاش كنبدا نهضر معاك كتبقى تخوت بزاف،
كتهضر بزاف كتبدا بزاف ديال الحوايج كدير حشومه. لا لا بلاتي 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 نقول لك لا علاش كتصاري كتصاري مع ديك الوحده والزوج وكنقول لك معاه من كتقول لي مع اختي دوي دوي حتى وجهك صحيح وجهك صحيح والله حتى وجهك صحيح اصلا ما كتقانيش من هذيك الهضره ديالك. والله مسخك وجهك صحيح وجهك صحيح ما كتقاديش والله وجهك صحيح. هو ما كانش كيهضر معايا قلت لك مشى بحالاته شحال وفي الاخر مني رجعت. واسمعني نقول لك وحق الرب العظيم والله يرزيني في هذيك المهمه اللي باقا عندي وحق الرب الواحد وحق الرب واحد ما يتزوج بك لا عبد الحق لا سيمو وعقل على الهضره اللي قلتها لك وراكب ولادك جوج عندك جوج وليداتك والله يخليهم لك وقلت لك والله ما كاين اللي قبل عليك وعقل على الهضره اللي قلتها لك عقلي الحمد لله انا شوف الحمد لله انت اصلا مربياش سيري وانت سيري منك عادات والحمد لله انا راجل والحمد لله انا راجل مني عادات لا جي عندي جاي لعندك وكتسحبك بنت الناس ما غير معقول وقعدك صافي غادي بحالك عمري بقى نعيط لك عمري نشوف فيك مارتي وانا عطيت فيها بن عمري عيط لك مع تخطيط اليوم هذه ما تقولش. مرحبا اختي حياة السي خالد وسعيد اخويا صافي الله يجعل البركه شي خالد مرحبا صافي حياة خالد خالد على شكل تفلا وباقة باقي عقلك صغير والله تبقى عقلك صغير قرانة تكرا ما عرض والدين ما عرض عشرة وانتي باقة عقلك صغير وستيري الله يسهل عليك رباقي منك هذا يلا يسهل مكيرضاش ما كيبقى كيما هادي كيما هادي كيعادي والديا كنبغي عبد الحق وجهك صحيح عندك عبد الحق ما يبغيك يلاه عندك الحق عليك انا عبد الحق هذا عندك ما يبغيك وعبد الحق شوف الناس ولا بعض قدر ودي مشكلة والله ما كاين ولا نضحك انتيا بغيتي ما نضحكش علاش ما كنضحك على كذوبك بس اختي والله انت بنت الناس والله اقول يا خالد واش هي عندها ولاده وانتم كلكم مربوطين فيها كيفاش هذا جوج ولاد الله يخليهم ليها وفهمتي وقابل عليهم اخويا سعيد وقالت لي هي قالت لي واش قابل لي على ولادي قلت لهم ماشي مشكل انا نستركها لا ماشي مشكل باغي تزوج بها بولادها بكل شيء والله باغي نتزوج بها وهي مزعوطه في عبد الحق الله يرزيني في هذيك الوالده اللي باقا عندي ياك وهي مزعوطه في عبد الحق وهي مزعوطه في عبد الحق والنازي ومحمد وسير الله يطلق بهم وياك صحيح مزعوطه فيهم كاملين وخليتهم ليها والله شي كلمة المرحومة السي خالد الله يسهل عليها السلام عليكم.